اوكي، مقطعنا اليوم راح يكون مقطع اخبار جديد. فالخبر الاول اللي عدنا عن مرسال وبيسان، هو عبارة عن رد بيسان على مرسال، فالما يعرف شنو اللي صار يرجع لهذا المقطع على مود يعرف شنو اللي صار بعدين يكمل هذا المقطع. فبعد ما مرسال نزل ستوريات وتكلم فيه على بيسان وشلون انه هي جالسة تقلده ومن هالكلام، بحثي دا صور فيديو كليب مالتها بألمانيا وبرلين وبنفس الاستوديو اللي هو دا يصور بيه تحديدا، فهو قرر انه يترك الاستوديو لبيسان ويروح. فبعد اللي صار بساعات قليلة بيسان قررت انه ترد ولكن بطريقة غير مباشرة. شلون يعني؟ بيسان نزلت بحسابها على الانستغرام ستوريات اللي دا تشوفوها قدامكم. زي شنو يعني هذه الستوريات؟ هذا المكان اللي هو دا تصور بيه ستورياتها، اللي دا تصور بيه حاليا لقطات من الفيديو كليب الجديد، هو نفس المكان اللي صور بيه مرسال من قبل 3 أيام أيضا لقطات الفيديو كليب مالته الجديد مثل ما تشوفون نفسه بالضبط. فقلونا شنو رأيكم، هل تعتقدون أيضا اللي صار عبارة عن صدفة أم هو صدق تقليد، أم أنه هي بس تريد تزوج مرسال قصة اللي سوت هذا الشيء وصورت بنفس المكان؟ فاكتبونا رأيكم بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن نارين بيوتي ومو فلوجز. فنارين بيوتي نزلت بحسابها على الانستغرام انه تصور فيديو كليب جديد، وهذا الفيديو كليب راح يكون بالتعاون مع مو فلوجز وفيديو كليب. بحيث نزلت شويه ستوريات وتكلمت فيها عن الموضوع وتكلمت انه هي بلشت تصوير بالفيديو كليب الجديد ويا مو فلوجز، فراح احط لكم اياه عمود تفهمون اكثر. جايز، لحتى نعمل الفيديو كليب صح لازم كنت اجي لعند لورنس واصبغ شعري، سو حاليا عم جهز حالي لانه راح نصور الفيديو كليب الكلكم ناطرينه واللي هي غنيتي مع مو. ف لحتى نصور هالفيديو كليب لازم اعمل شعري كلون معين، فكنت متحمسه. وطبعا الاشخاص الوحيده اللي بثق بصبغاتهم وبالالوان اللي بيطلعوا لي اياها كل مره بصراحه بتجنن. وبس والله هذه هي كان الاخبار اللي عدنا اليوم. فقولوا لنا شو رايكم بخصوص بيسان وجواني، وهل كانت رد بيسان ام هو كان مش رد، وبنفس الوقت شنو تعتقدون الفيديو كليب مال نارين، هل راح يكون كلش خرافي او لا؟ وبس والله نوصل نهايه الحلقه، تحطوا لايك وتشتركون بالقناه، كانوا ياكم فايده زي ما قناه مملكه القصص، ومع السلامه.